شو هي طريقة الله عز وجل اليوم لتفدي البشر من الهلاك؟ بعث الله سيدنا إبراهيم عليه السلام عشان يعلم الناس إنه لا إله إلا الله ويعلمهم عن طريقة الفداء. فامتحن الله سيدنا إبراهيم عشان يشوف إيمانه وطاعته ومحبته، فطلب منه يقدم ابنه ضحية له. فوافق سيدنا إبراهيم وأخذ ابنه عشان يقدمه لربنا، ورفع السكين ليقتله، بس الله الرحمن الرحيم وقفه وبعث خروف ليفدي ابنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم. سورة الصافات. رضي الله عن طاعة سيدنا إبراهيم وأعطاه هذا الوعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبذريتك تتبارك جميع أمم الأرض لأنك أطعتني. التوراة. التكوين 22-18. في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام بنشوف الرحمة والفداء والنجاة والضحية. شو هي طريقة الله لتفدينا اليوم من النار؟ من هو يلي إجا من نسل إبراهيم وبارك جميع أمم الأرض؟ سورة مريم 21. بسم الله الرحمن الرحيم، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. مين هو الآية والرحمة؟